صباح الورد والفل والياسمين من غير ما اقرا. يا اهلا يا اهلا. اكيد سهره جديده. ها دي حفله راس السنه. لا اوعى تفوت. لا لا استني بقى، ده راس السنه. تمام تمام تمام. الساعه كام؟ الساعه 9 تمام. رقص ومغنى وشيشه وكل اللي تحبوه لازم تيجوا. يا سيدي يا سيدي وش طبعا جايين. بس بقول لك ايه، اخر مره قعدتونا في ترابيزه ورا، دي راس السنه اول صف وما تنسيناش. ما تقلقش انتوا بس تيجوا وانا هظبطكم. ده من الساعه 8 هتلاقينا. لا لا بالراحه على نفس 8 ايه، احنا لو اتاخرنا انت عارفه احنا لازم نزوغ الاول، فلو اتاخرنا ما نجيش نلاقي حد اخد الترابيزه. ها ما تقلقش خالص، من عينيا الاثنين. زيك اتفقنا. هستناكم في الحفله. اكيد جاي. اكيد نشوف. سلام. انت يا ست هند، انت مين اداكي اذن انك تحطي ورق ده قصاد الكنيسه؟ وريني مكتوب فيه ايه. كافيه السعاده تدعوكم لقضاء سهره ليليه يوم راس السنه من الساعه 9 بالليل ل 3 الصبح، عشاء فاخر ومشروبات مع طرب ورقص شرقي. ايه ده، وشيت التفاح. اتصل بالكافيه لحجز الاماكن. انت ايه، ما ينفعش الكلام ده يا ست هانم، ده شيء مرضيش ربنا. حرام عليكي، مش كفايه اللي عملتيه في ولادنا وبناتنا؟ انا يا حبيبي طالما العربيات في الشارع انا حره اعلق فيها اللي انا عايزاه. وبعدين حفلاتنا دي جميله، اللي بيجي مره بيدوقها تاني. ربنا يهديكي ونور عليكي. يا ست هانم ما ينفعش الكلام ده، حرام عليكي. لكن انا مش هينفع اسكت. امشي بقى من وشي السعادي، لا هلم الناس عليك واقول بيعاكسني وانت عارف اللي فيها. ربنا على القوي، انت ما عندكيش روح مخوفه لواد الكنيسه. لكن انا لازم اكلم مسؤولين. انا هكلم استاذ ناشد وهو يجي يشرف عليك. اعلى مفخلك اركبه ووريني عرض كتافك. دندونه حبيبتي وحشتيني قوي، فينك يا بنتي؟ يا دوبك خلصت الترم وطرت عليكم، عايزه اكسجين، عايزه اتنفس، نفسي اشوف ناس. جامدة برضو. قولي. بص يا ستي، انتوا تيجوا تباتوا عندي ونقضي الليلة مع بعض ونسهر سليب اوفر، ايه رأيكم؟ ام ان بابا وماما مسافرين ومقطوع ما رايش اي حاجة. طيب. انا للأسف عندي بلان مع بابا هيعدي عليا في الكافيه ولازم نروح نعيد على تيتا. طب ايه؟ بص انا بالنسبة لي لازم الساعة 12 كده اروح الكنيسة اصلي مع بابا عشان ما يزعلش، وبعد كده مع بعضي. خلاص ديل ديل اتفقنا. ماشي. وش الكلام يا شباب؟ الساعه 9. كل سنه وانتم طيبين. متاخرين، عايزين نروح. باقي الشله مستنيه هناك. احنا كده اتاخرنا، احنا مستنيين مين؟ مستنيين دي شويه يا عم، تعالى في يوم بسنه. بقول ايه، احنا نمشي، احنا مش هنضيع الليله يا عم، ده يوم بسنه، مش الليله ضاعت كده. خلاص انا هاخد البنات واسبقكم وانتوا هتقعدوا. تعالى خلاص، دي فكره كويسه وانا هبقى ابعت لهم مسج. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، ازيكم؟ استاذنا الكبير وحضرتك طيب. واقفين بره ليه ما دخلتوش الكنيسه؟ ليه احنا ابتدينا الصلاه؟ صدقني يا حضرتك قدمت خمس دقايق، احنا شفنا حضرتك جوه، انت كنت واقف قدام، بس احنا كنا لسه خلصنا صلاه ولسه طالعين. صدقني الكنيسه لسه باديه، احنا لسه بادين الصلاه، فلو سمحتوا ما تاخروش. بص ازاي، احنا مستنيين بس اصحابنا وفي ديلك على طول. اصحابنا؟ طيب وانت كريم برضه مستني اصحابك؟ بتقرا افكاري بالظبط يا استاذ انس، على طول وراك على طول صدقني. طيب انا هستناكم، بس من فضلكم النهارده احنا مجهزين برنامج صلاه حلو، وانا عايزكم تحضروا البرنامج من اوله، فلو سمحت ما تتاخروش بليز. حاضر، احنا بس باقي الشله تتجمع ونسلم على بعض وبعدين هنحصلك على طول. هو بيعملنا زي الاطفال كده ليه؟ وناسي ان احنا بقينا شباب وفكرنا في مدارس الاحد ولا ايه؟ يا عم بالراحه بالراحه، ما تنساش ان هو امين خدمتنا واحنا اولاده. بس مش بالطريقه دي، بلاش كبار. بس بيني وبينك على رايك، ده انا ابويا عمره ما سال عليا ولا قال لي رايح فين ولا جاي منين، هو على الاقل بيسال. طب بس بس بلاش الشبوره بتاعتك دي خلاص، وخلينا نشوف بدل ما اليوم يضيع نتحرك ولا نستنى باقي الناس. خلاص يا شباب انا هاخد البنات وامشي وانتوا هتقوموا حصلوا. بس دي فكره انا جاي معاكم، يلا بينا. ماشي خلاص، يلا اشوفكم هناك. باي. اهلا اهلا استاذ. اهلا يا ابونا، كل سنه طيب. وتسك طيب يا ابونا، ربنا يخليك. ربنا يعيدها عليك وكده وتبقى سنه جديده وحلوه وان شاء الله تبقى سهره جميله. كل سنه وانت طيب. التسبيح والصلوات. اتفضل ارتاح. اتفضل. امال فين الشباب والبنات والولاد؟ فين؟
الحقيقه ابونا مش عارف اقول له قصتك ايه. انا قابلتهم بره وانا داخل دلوقتي، والبنات حتى كانوا واقفين كانوا كلهم بيتكلموا مع بعض، وحاولت ادخلهم الكنيسه بس ما يعني طبعا قصتك عارف زي كل سنه بيطلعوا لي بحجج، هنستنى اصحابنا هخش واحنا هنخش وراك، بس الحقيقه انا عارف ان هم مش داخلين. بس يعني شباب مع بعض عايزين بس يقضي شويه وقت مع بعض وهيجوا اكيد يعني. مش عارف ابونا، مش متاكد من الحكايه دي، لان هم انا عارف بيبقوا رايحين فين. رايحين فين؟ فين رايحين ابونا؟ في كافيه فتح قدام الكنيسه، والحقيقه هم دايما بيروحوا على هناك، ومن ساعه ما فتح الكافيه ده الولاد والبنات ضايعين، يعني حتى وقت الاجتماع بتاع الاسره بتاعهم واجتماع الخدمه بيكونوا هناك مش بيكونوا في الكنيسه. فهي بنفس الطريقه هم دلوقتي فاهمين ان انا مش فاهم هم رايحين فين، بس هم رايحين الكافيه ده. كافيه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه كافيه السعاده يا ابونا، قدام الكنيسه فتح جديد. كافيه السعاده. طب بقول لك ايه؟ الساعه دلوقتي عاوزك حضرتك تبتدي الخدمه الاولى والثانيه، ولو اتاخرت كامل الثالثه. حاضر يا ابونا. وانا رايح مشوار ومش هتاخر عليكم. حاضر يا ابونا. عن اذنك. اتفضل يا ابونا. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات اللي كان ينعم علينا بصلاته. اي خدمة؟ متشكر، انا جاي بدور على بناتي وولادي هنا يا بنتي. هما لو هنا يبقوا في امان. تفتكري يبقوا في امان؟ اتفضل جوه شوفهم، هتلاقيهم مبسوطين واخر تمام. انتوا شباب الكنيسه الكبير حلو سايبين سهره راس السنه في الكنيسه والتسبيح والالحان وكل حاجه حلوه وده جديده، وجايين تسهروا هنا في المكان ده؟ ابونا هو كل حاجه كويسه، هو ايه اللي جاب قدسك هنا؟ اللي جابني هنا انت يا اولاد اللي جبتوني هنا. ابونا المكان ده قدسك ما ينفعش تبقى فيه. ابونا الناس هتمسك سيرتك يا ابونا، والجلابيه اللي قدسك لابسها ليها قدسيتها، ما ينفعش تبقى هنا يا ابونا. انتوا عندي اغلى من الجلابيه السودا دي، اغلى من كل شيء. ابونا بليز بلاش احراج، احنا هنمشي مع قدسك دلوقتي حالا. خلاص هنمشي. انا فعلا مكسوفه قوي يا ابونا، مكسوفه قوي من نفسي. ابونا خايفه على قدسك من كلام الناس. صدقني خلاص احنا هنمشي. خلاص يا ابونا. خايفه عليا؟ مش عاوزاني اخاف عليكم يا اولادي، انتوا غاليين عندي، اغلى من كل شيء. يلا بينا، مش مكانكم هنا ابدا. يلا اتفضلوا على الكنيسه. اتفضلوا بس عليهم كده لو سمحت. اتفضلوا قدامي. ايه يا شباب، مش هتكملوا السهره معانا ولا ايه؟ السهره في الكنيسه امهم وفي حضن المسيح ابوهم. عرفت فين السهره؟ في الكنيسه. ايوه في الكنيسه. تمام بس الجيم لسه مخلص. يلا يا ولاد يلا بينا. انت يا بنتي، انت معقوله اللي بيحصل ده؟
في عيد الميلاد والقداس شغال والناس بتصلي، تيجي تحط الفلاير ده عشان تاخد اولادنا وبناتنا يسهروا عندك؟ معقوله؟ انا ما ضربتش حد على ايدي، دي حفله وده شغل، اللي عايز يجي يجي. انا شايفك دقه صليب عليك، انت مسيحيه. طب ليه يا بنتي كده؟ ده كلام ما يهمش حد، انا عندي شغل، عن اذنك. ربنا يرحم. وبعدين في العطله دي يعني ايه ما حدش يجي؟ والفرقه اللي جبتها؟ لا ده كده واقفه حالي. انا عارفه انا عامله ايه. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. احبائي كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد المجيد، عيد تجسد ربنا يسوع المسيح اللي بيه بنعرف ويتحقق لنا الايه اللي بتقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يعني ايه ظهر في الجسد؟ يعني الله بقى زينا، خد جسد زي جسدنا، بس مش بس جسدنا، قال تجسد وتأنس، يعني خد إنسانيتنا، خد الجسد بتاعنا ده التجسد، وخد إنسانيتنا يعني النفس والروح الإنسانية. فشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، لأن الخطية دخلت على الإنسان ما لناش دعوة بيها. المسيح أحبائي في تجسده عاش وسطينا وعلمنا، وبعدين عاوز يدينا كل حاجة. يعمل إيه؟ قال أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. طيب إيه؟ تدينا إيه؟ قال أديكوا جسدي ودمي معاكوا على طول، امتداد وحضور دائم لتجسد الرب. وبعدين نأكل ونشرب فتغفر خطايانا وتمحى أثامنا، ثم يعطى حياة أبدية لكل من يتناول منه. ما أتعس النفس التي ترفض أن تأتي إلى ذبيحة الرب لمغفرة خطاياها ولكي تنال حياة أبدية. أنا خاطئ، أنا وحش قدام التوبة، قدام الاعتراف، ودائما آتي وأقول يا رب ليس لأني مستحق ولكن لأنك أنت تعطي بحب. هذه وليمة الحياة الأبدية، هذه وليمة الغفران لكل خطايا الإنسان مهما كانت. مش أي خطية تكبر على دم المسيح وعلى وليمة المسيح وعلى تجسد المسيح وميلاد المسيح القائم معنا على هذه الذبيحة. هذه وليمة العرس، الإنسان البعيد يبص ويحس إنه مش قادر يشترك ويصرخ ويبكي، طب وليه؟ تعال تعال. المسيح يفتح أحضانه ويقول كده من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لإلهنا المجد الدائم من الآن للأبد آمين. كل سنة طيبين يا حبايبي. سنة طيبة. أنا فرحان جدا أن أنا أجتمع بيكم في عيد الميلاد النهاردة كأول لقاء مع خدام الكنيسة، وأنا مبسوط وحاسس أن أنا محظوظ أن أنا أكون في وسطكم في خدمتكم. يا ترى جهزتم هدايا عيد الميلاد بتاع الاولاد؟ كل شيء جاهز يا ابونا، الهدايا جاهزه والولاد زمانهم جاهزين. ويا ترى هدايا وكشوفات اخوه الرب؟ دي خدمتي يا ابونا في الكنيسه ومعايا خدام تانيين مباركين، نشكر ربنا جهزنا كل احتياجات اخوه الرب والهدايا. دي بركه كبيره خالص. طيب لغايه ما الولاد يجوا وياخدوا هداياهم كده احب ان انا اتعرف عليكم، كل واحد يقول لي اسمه والخدمه اللي بيعملها. اتفضلوا. أنا جرجس يا بونا أمين صندوق الكنيسة. أهلاً يا جرجس، بركة كبيرة. وأنا هاني يا بونا أمين خدمة الشباب. أهلاً يا هاني. أنا منى خادمة في أسرة الشباب. بركة كبيرة. أهلاً يا منى. وأنا إريني مسؤولة المكتبة يا بونا. أهلاً يا إريني، أهلاً بيك. وأنا ميري مسؤولة خدمة إخوة الرب. أهلاً يا ميري، أنا سعيد جداً أكون في وسط. وإحنا كمان يا بونا مبسوطين إن قدسك معانا. كنا عايزين نتكلم في موضوع مع قدسك كده، مش عارفه لو الوقت مناسب، بس هو الحقيقه موضوع مهم. اتفضلي حضرتك. احنا عرفنا يا ابونا ان قدسك رحت الكافيه وجبت ولاد الكنيسه وبناتها، ودي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. لكن يا ابونا الوضع ده هيستمر لحد امتى؟ الست دي ليها مواضيع ومشاكل كتير، بقالها كتير قوي. تصور يا ابونا بتيجي قدام الشباب تتخانق وتزعق، مفيش اي احترام لبيت ربنا.
يا بونا دي عصره كبيره قوي للشباب والاطفال. بس انا يمكن ليا راي تاني يا بونا، الست دي محتاجه حد يسمعها، مش كلنا نبقى عليه. لامتى يا ميري لامتى؟ كام مره رحنا كلمناها بالذوق؟ دي واحده عنيده عايزه تمشي اللي في مخها وخلاص. الحقيقه الست دي زودتها قوي ولازم ناخد معاها موقف. ده زي ما يكون تحدي، انا مش فاهمه هي عايزه ايه مننا. انا كمان يا بونا بتشكل معاها كتير في الورق السم اللي بتحطه على عربيات ولادنا علشان يروحوا يساروا في الكافيه ويشربوا شيشه ويعلم بيحصل ايه بعد كده. دي بتتعمد تعمل حفلاتها وقت اجتماع الشباب يوم الخميس، ومع الاسف الشباب بيروحوا ما بيجوش الاجتماع، كل همها البيزنس حتى لو كان على حساب ضياع ولادنا. وعلى فكره استاذ ناشد طردها من الكنيسه قبل كده بسبب عمايلها وتصرفاتها دي. الطرد بتاع ايه ومن اداله الصفه ديت انه يعمل كده؟ بصفة ادم ارخن في الكنيسه، وكمان ابونا تداوس الله ينعم نفسه كان بيثق فيه جدا. اسمحوا لي ده مش صحيح، ومفروض اللي ياخد قرار دوت هو ابونا مش اي حد. البنت دي جواها بركان، والموضوع ده بصراحة محيرني. انا مش عارفة هي فتحت البيزنس بتاعها دي ازاي، حتى جابت الفلوس منين، الموضوع كله كده غريب. دي حتى ما كملتش تعليمها. اعملي معروف، بلاش الظن السيء، بلاش الظن ده يا بنتي. واضح قوي يا ابونا ان هي عايشة في ظلمة وخطية. ظلمة ايه ونور ايه بس، وشر ايه وخطية ايه؟ لو حد عاوز يطلع ويطرد هيكون اول واحد انا. ابونا بولس الرسول يا بنتي قال الخطاة الذين اقولهم انا. بس انا شايفة غير كده، لما بتتكلم معايا بحس ان جواها كلام كتير بس مش لاقي حد يسمعها، وانا شخصيا بديها كل حب واحترام. دي وجهة نظرك انت بقى يا ميري لوحدك. اسف يا بنتي ما اقدرش اعمل كده، لو المسيح مكاني ما كانش يعمل كده، كان يطبطب عليها زي ما طبطب على السامرية والمرأة الخاطئة. يا بونا كلام قدسك حاجة والواقع حاجة تانية خالص. أعمل معروف، ما أقدرش أعمل كده يا حبائي. خلونا نصلي وربنا عنده طريقة. سامحني يا بونا إحنا لسه هنصلي، لما واحد بيدخل عليه تعبان في البيت ما بيستناش يتفرج عليه ويصلي، بيروح يديله على دماغه قبل ما هيقلدك حد في البيت، ولا قدسك شايف إيه؟ برضو نصلي. أنتوا بتفكروني بحاجة حصلت معايا من 30 سنة تقريباً وأنا في الكنيسة اللي بخدم فيها قبل كده. كان في بنت 18-19 سنة تقريبا تيجي مع أبوها في كل قداس خدمات اجتماعات مظبط. كان فيها شيء غريب جدا، البنت دي تيجي مكياج تقيل قوي قوي يعني زيادة خالص، وكنت أحب أضحك معاها كده وهي بتاخد أمة البركة بعد القداس، أقول لها على فكرة المكياج بتاعك خفيف النهاردة، تبصلي كده وتبتسم وتمشي. القداس اللي بعده قال لها برضو مخففة المكياج، تسمع تبتسم وتمشي. جه مرة أبوها قال لي يا ابونا عاوزك يعني تباركنا وتزورنا في البيت. تروح حاضر قوي قوي أخد بركة. رحت البيت والبنت دي برضو اللي هي اللي فتحت لي بمكياج الرهيب اللي بتعمله ده، وأبوها قال اتفضل ابونا. قعدنا مع بعض في أوضة الجلوس وقعدنا نتكلم. بعد شوية قالت لوالدها يا بابا أنا عاوز أقعد مع أبونا شوية. لا قوي يا بنتي، وقعد في الصالة. وبعدين قالت لي أبونا هستأذن منك 5 دقايق واجي. قلت لها اتفضلي. دخلت الزهر الأوضة بتاعتها بتاع ورجعت بظهرها. ببص إيه مالها فيها إيه دي؟ بعدين التفتت كده شفت منظر رهيب. كل ما بشوفه يا ولادي ببكي لغاية دلوقتي لما افتكر الموضوع ده ببكي، صدقوني ببكي. منظر ايه؟ حاجة اسمها وحمة النمر، كانها شكل نمر. انا اتخضيت. قلت لي ايه رأيك يا ابونا؟ ايه رأيك في منظري ده؟ مبسوط بمنظري ده كده؟ قلت لها انا اسف يا بنتي، انا متأسف جدا. قالت لي ينفع ان انا امشي كده في الشارع وسط الاولاد يحدفون بالطوب ويقول لي يا نمر، وبعدين منظري في الكنيسه ايه؟ الناس تسيب القداس تسيب كل حاجه وبص الواحده انا داخله بمنظر نمر. عرفت ليه يا ابونا بحط المكياج اللي بيغطي مشكله كبيره عندي؟ قلت لها انا اخطيت يا بنتي وسامحيني، وبقدم يعني اعتذار عن كل حد يفتكر أو يبص ليكي ويحكم عليكي بحكم خاطئ.
عرفت يا اولاد اني ربنا ما بيبصش للمنظر من بره، بيبص للقلب، قلب من جوه. عشان كده يا احبائي مش لازم ابدا نحكم على البنت ديت بالمظاهر او باللي نشوفه. ما نعرفش ايه الظروف اللي خلتها تعمل كده وتبقى كده، وجايز لو كنا مكانها كنا نبقى اوحش منها. خير؟ ناوي على ايه المره دي؟ اوعى مش سعيد. انت يا ست انت ما تتكلمي كويس، خليكي محترمه، احنا في الكنيسه. ياه وانت بقى اللي هتعلميني الاحترام. من فضلك الزامي حدودك وما بلاش تكلمي بالطريقه دي، احنا في بيت ربنا. وانت كمان هتعلميني؟ لا دي وسعت قوي بقى. خير يا ولاد؟ خير. في ايه بس؟ صوتكم جايب اخر الكنيسه. خير يا بنتي؟ اقدر اخدمك في حاجه؟ الظاهر ما حكولكش عني. طب لو سمحتوا بقى شوفوا خدمتكم، خلونا نتكلم معاها شويه. اوكي بابا. اقدر اخدمك في ايه يا بنتي؟ انا عايز اعرف انت طلعت لي من فين؟ انا راجل غلبان بترجى مراحم ربنا وجاي اخدم ولادي هنا في الكنيسه دي. انتم مطلعين عليا سمعه وحشه، وبتخلوا الشباب بتاعكم ما يجوش يسهروا عندي في الكافيه او المطعم زيه زي اي محل تاني، وده خراب بيوت. وانا مش هسكت على كده، ده شغل ورزق واكل عيش. انا هنا جاي ارعى اولادي واجيبهم من المسيح، واللي انت بتقول عليه دي كافيه ولا مطعم، دي قهوه وفي شيشه ورقص وحاجات ما تناسبش ولاد ربنا. ما ينفعش الكلام ده. انا كنت عارفه ان احنا مش هنتفاهم من الاول، بس انا مش هسكت وهرفع عليكم قضيه وهخرب بيتكم. انتوا مش عارفيني، ابقى اسال عليا كويس. ها ابقى قول لهم مين هي ماجي، مش هما مسميني بتاعه المصايب. انا هوريكم. ربنا يرحم. شفت البجاحه يا ابونا؟ قلنا القدسك دي ما عندهاش حتى، مش محترمه حتى انها في الكنيسه بتكلم اب كاهن. عاوز اقول لكم على حاجه، لما كنت في الكنيسه اللي قبل ديت كان الناس بتحترمني وتجري تبوس ايديا وتكرمني. ربنا قال لي تعال عشان تذوق الصليب معايا وبركه ومجد الصليب، فجيت هنا اسمع اهانتي بودني واسمع شتمتي، ومع هذا احب واستوعب دعم المسيح لخلاص كل نفس. يا رب انت سمعت الكلام اللي قالوه لي، عاوزين نعطب بنت من الكنيسه عشان مش عاجباهم. انت بعتني الكنيسه دي يا رب مش عشان اطرد الناس، عشان اجيب الناس لحضنك. مش انت قلت يا رب من يقبل الي لا اخرجه خارجا؟ ارجوك يا رب تصرف الموضوع ده، يا اما تاخد نفسي مني. ما اقدرش اعيش في مكان أطر فيه الناس من حضنك ومن كنيستك. أرجوك يا رب تصرف. لو تكرمتي كنت عاوز المريضة ماجي إبراهيم. حاضر لحظة واحدة. أيوة حضرتك غرفة ثلاثة، حضرتك هتمشي على طول في الشمال. شكرا خالص. العفو. لو سمحتي غرفة ثلاثة. حضرتك على طول في الشمال. شكرا خالص. ألف سلامة يا ماجي بنتي، ألف سلامة. معقول؟ مش معقول لي يا بنتي؟ عشان أبوكي وجد طمن عليكي. زي ما أنت شايفني مرمية في المستشفى 9 أيام، محدش فتح الباب عليا،
انا عارفه ان محدش بيحبني عشان انا يتيمه ومحدش بيحبني. عاوز اقول لك يا بنتي المسيح بيحبك، اذا كنت يتيمه هو ابو اليتامى وقاضي الارامل، المسيح بيحبك. تعرف كده ولا لا يا بنتي؟ بنتك بعد كل اللي عملته فيك؟ ايوه بنتي، مش بنتي بس، بنتي وتاج راسي كمان. لازم تعرفي المسيح بيبكي معاك وحاسس بكل ألمك وبكل الوجع اللي انت فيه. انت ما تعرفش حاجه، قلبي شايل قوي، الناس ظلمتني وانت مش عارف حاجه. ايه اللي مش عارفه بس يا بنتي؟ انا معاكي. انا مش عايزك تتبهدل. اتبهدل؟ هو انا اللي هتبهدل؟ اللي اتبهدل علشاني وعلشانك هو يسوع، اللي اتضرب علشاني وعلشانك هو يسوع، اللي اتجلد على ظهره علشاني وعلشانك هو يسوع، اللي اتصلب ومات علشاني وعلشانك هو يسوع. يا بنتي سلام يا ابونا. سلام دكتور. سلام يا ماجي. عال عال عال، لا ده في تحسن كبير. ابونا انا عاوز اشتكي لك من ماجي، بقالها كام يوم ما بتاكلش كويس ولا بتشرب، احنا عاوزينها تشرب علشان تتحسن حالتها ونقدر نكتب لها على خروج. انا اشجعك اهو هشرب معاك. اتفضلي بقى ايه كده، اشربي دي كده تديك شويه انرجي وانا هشرب معاك، ايه رايك؟ انا مش قادره حاجه في بقي. من فضلك يا ماجي يلا اشربي وشدي حيلك، ويومين والحاله تستقر ونكتب لك على خروج بعد اذنك. قول لي هو كان ايه الحاله بالظبط؟ الزايده انفجرت يا ابونا ولحقناها في اخر لحظه. ماجي اتكتب لها عمر جديد. نشكر الله الحمد لله. بعد اذنكم. صباح الخير مبارك يا ماجي. لا وشك منور النهارده يا ماجي. انا تعبتك معايا قوي يا ابونا، انت طيب قوي. تعبتيني في ايه يا بنتي؟ ده انت بركة ان انا اجي واشوفك واطمن عليكي. بعدين ما تاخدنيش في دوكة بقى، اكلتي كويس النهاردة ولا لا؟ انا اكلت. انا عموما حاسس انك احسن، ان شاء الله كده الدكتور باهر يجي دلوقتي ويطمننا عليكي. ازيك النهاردة يا ماجي؟ احسن احسن. التحاليل بتاعتك ممتازة وفي تحسن كبير، انا هكتب لك على خروج النهاردة. بعد اذنكم. السلام. خلاص يا ستي مبروك، تطلع النهارده هنشوفك في الكنيسه، وزي ما قلت لك وطلبت مني تعالي يا بنتي وقدمي بتوبتك واعترافك دوت قدام المسيح حياه جديده عشان تتناول. انا صلي لك واشربك بالزيت. قطعكم بطول. ربنا معاك يا بنتي، نشوفك على سلام في الكنيسة. ربنا معاك، سلام. بس انت رضيت تيجي وتسكن فيا. ابعت لي من عندك كلام لو يسمع.
مالك يا بنتي؟ ممكن اتكلم معاك؟ بسم الاب والابن والروح القدس اللي هي الواحد امين. اتفضل يا بنتي. انا يا ابونا من عيلة طيبة قوي، ابويا وامي ناس طيبين جدا وكل الناس كانت بتحبهم، وانا كنت متعودة اروح اذاكر عند كريستينا بنت الاستاذ ناشد عشان هي صاحبتي، وكنا في اخر سنة في الجامعة وكنا بنذاكر مع بعض في البيت عندهم دايما. وبعدين يا بشرى، كم مرة اقولك مفتاح الكنيسة بعد ما ابونا يخلص العشية يجيلي هنا؟ مفتاح الكنيسة لازم يبات عندي في البيت، وانت عارف الصندوق فين وتحطه، وصبح تاخده قبل ما ابونا يبتدي باكر تاخده وتودهوله. انت مش عارف النظام ولا ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعنيش. وعلى فكرة لو اتكررت الموضوع ده تاني انت كده هتخليني اشوف حد تاني بدالك. زي ما بقول كده، انت فاهم النظام. ها يا بنات اخباركم ايه؟ صلواتك يا انكل. صلوات القديسين. بصراحة يا بابا لولا ماجي ولا كنت عارف اخش الامتحانات. انت عارف طول عمرها دحيحة في التلخيص وفي الشرح. ربنا معاكم، اهو فات الكتير وناقص القليل. وبعدها بقى نقول لكم يا باش مهندسة ماجي ويا باش مهندسة كريستين، مفيش حد هيعرف يكلمكم. انا طالع افرد طولي لاني حاسس اني تعبان شويه. الله بابا مالك فيه ايه؟ ابدا، اخوكي فؤاد شاغل بالي من ساعه لما اتجوز وسافر امريكا ولا بيسال. طب حتى كل شهر يديني مكالمه اعرف حاله. هقول ايه بس؟ يلا يا بابا خلاص هانت، كلها شويه وهيجي يزورنا. تفتكري يا بنتي؟ اشك. كل مره يغير في اخر لحظه ويقول يا بابا معلش بقى انا مشغول قوي في امريكا. هعمل ايه يا بنتي؟ معلش ربنا معاه. هيجي يا بابا ان شاء الله. عن اذنكم يا بنات. وفي يوم جه خبر ان ابويا وامي ماتوا، العماره وقعت، كل حاجه راحت. يا ساتر يا رب. عمارة وقعت اللي في شارع طهران؟ ايوه، ماجي دي زميلة بنتي في الجامعة، ابوها وامها. يا ساتر يا رب. طيب انا عموما هقوم باللازم وهبلغها، وربنا يديني القوة. اشكرك جدا. يا ساتر يا رب. اللي في حياتك يا بنتي اللي سمح بيه ربنا لازم نقبله. عايز اعرف ناوي على ايه؟ مش عارفه يا انكل. انا قرايبي كلهم مسافرين، مش عارفه اروح فين. مش عارفه يا بنتي الدنيا بخير. انت بنتنا وكريستينا صاحبتك، وانت شايفه البيت علينا واسع. ايه رايك لو تقعدي معانا؟ اهو تقضي كام اليوم اليومين اللي ناقصينك عشان الامتحانات والمشروع، وبكره تخرجي تبقي مهندسه قد الدنيا. تكرري تروحي فين وتعيشي ازاي. مش عارفه اقول لك ايه. ممكن بجد متشكر خالص، مش عارفه من غيركم كنت عملت ايه. يا بنتي انت بنتنا ومحبتك يا بنتي لكريستينا ولينا كبيره قوي، وتأكدي إن هكون أب ليكي وهقف جنبك. ربنا يسندك يا بنتي. أنا عارف إن هي تجربة ما تحملهاش حد. ربنا يهينا ويهينك. فرحت قعدت عندهم وكنا مبسوطين مع بعض لغاية ما فيهم ابنه جه من السفر. باشمهندس فؤاد، الحمد لله على السلامة. انت ماجي صح؟ ايوه بالظبط كده. كريستينا ملهاش سيرة غيرك،
ماجي 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 وعلى المذاكره ولا بتعمليه مع بابا؟ هو بابا فين صحيح؟ هو اخد الدواء ونام. اتفضل اتفضل. معلش بقى احنا تعبينك معانا. اتفضل اتفضل. شكر متشكر. ايه بقى طمنيني على الامتحانات والمذاكره، وصلتي لفين؟ احنا داخلين اهو على الامتحانات، ربنا يسهل. بس كنت بشوف كده البروبوزل بتاع البروجكت هيبقى عامل ازاي. طب انت ناسي ان انا مهندس مدني، يعني ممكن اساعد واحب اساعد. وريه كده بتعملي ايه؟ لا انا بس كنت بشوف يعني انا وكريستينا هنعمل ايه في البروجكت بتاعنا. معقول ده نفس المشروع بتاعي؟ بقول لك احب اساعد جدا جدا. انا سامعه صوت، الظاهر انكل صحي، هقول له انك جيت. انكل صحي وابتدى يجي البيت كتير، وكان بينقي الاوقات اللي هما مش موجودين فيها. في الاول انا ما كنتش واخده بالي، لكن ابتدى يضايقني. وفي يوم ايه ده؟ بتعملي قهوه ولا ايه؟ حاضر. عامل ايه معاكي؟ حاضر. بقول لك ايه؟ انا عايز اساعدك في المشروع بقى. لا شكرا انا مش محتاجه مساعده. لا هساعد. انت بتعمل ايه؟ اوعى اوعى اوعى. ماشي. وانا انا ما عملتش حاجه يا ابونا، انا زقيته انا زقيته. في ايه يا بنتي؟ مفيش حاجه. في ايه ماجي؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه. بابا البنت دي اخلاقها مش كويسه. هي برضه اللي اخلاقها مش كويسه. انا من ساعه ما جيت وهي حاطه عينيها عليا وبتعمل تصرفات غريبه. يا ابني انا في السن ده مش عايز فضايح. طول عمري عايش في الكنيسة وسط الناس بخدم الغريب قبل القريب. بابا انا حاولت اساعدها في المشروع بتاعها ليس الا يعني، بس البنت دي بقولك مش كويسة. ولا يمكن اخلي البنت دي بنت ناس، وانا دخلتها هنا لان عارف هي بنت مين ومها مين وعيلتها مين. طب ممكن تسمع كلامي؟ انا البنت دي مش عايزة تبقى تعرف اختي بعد كده. ماشي. شوف يا ابني انا مش ناقص فضايح. بعد العمر الطويلة اللي أنا عشت وخدمت فيها الغريب قبل القريب في الكنيسة، مش عايز حد يقول عليا إن معرفتش أصون بنت من البنات في بيتي. أنت أحسن حاجة ليك زي ما جيت يا ابني هنا بالسلامة وطمنا عليك، ارجع لمراتك ولبيتك وكفانا الغط كده، كفايانا فضايح. وأنت عارف أنا قصدي إيه. ما قدرتش اتكلم، ما قدرتش اقول لهم انه هو بيعمله. رحت جريت وما كلمتش حد خالص. ولما رجعت استني يا بنتي انا عايز اتكلم معاك شويه. يا ممكن انا عايز اشرح لك اللي حصل عشان لازم تفهم. انت مالكيش مكان معانا من النهارده هنا. يا ممكن ده ظلم، انا ما عملتش حاجه. ابنك خلاص الامر انقضى وانا اخدت قرار. يا انجل لو سمحت اديني ولو دقيقه، انا ما عملتش حاجه وان كنتي عايزه تردي الجميل اللي احنا عملناه فيكي فانت لازم تمشي، وتمشي دلوقتي. بابا ماجي صاحبتي في المذاكره في الكنيسه، استحاله تعمل كده استحاله. خلاص قررت، قلت لك الكلام من قضى، اطلع على اوضتك فوق. ومش عايزك يكون من النهارده ليك علاقه بيها، انت فاهمه؟ انا اخر الايام اتفضح في الكنيسه، بس انا عارف مضطر اعمل ايه. ملا قلوبنا للخطيئه ملكت حياتنا. هو ما سمعنيش يا ابونا، وطردني بالليل، اخدت شنطتي وما كنتش عارفه اروح عند مين. ما لقيتش غير ست عجوزه كان ابويا بيعطف عليها، رحت بيت عندها والدنيا سودت في وشي وما عرفتش اعمل ايه. اضطريت اسيب الجامعه، انا كنت متفوقه قوي في الجامعه صدقني يا ابونا، ما دخلتش الامتحانات
واضطريت ان انا اشتغل عشان اصرف على نفسي وعلى الست دي. ما قدرتش اروح الكنيسة من يوميها عشان ما كنتش عارفة هم قالوا لهم ايه وليه طردني. لكن في يوم خرجت الست دي رحت، كل الناس كانت بتبص لي بشمئزاز ومن فوق لتحت، وعرفت ان هو ناشد بيه وابنه المحترم. طلعوا عليا ان انا سويتي وحشه، وان انا اللي بضحك على الشباب، وان انا خطفت رجاله. وانا حاولت ان انا اشرح اللي حصل بس ما حدش سمعني، وكلهم ظلموني وكلهم سابوني، حتى صاحبتي كريستينا، حتى صاحبتي ما عرفتش تعمل حاجه. الدنيا سودت قوي في وشي يا ابونا، وكرهت كل حاجه وكرهت الدنيا كلها، وقررت ان انا انتقم منهم. هما قسوا عليا قوي يا ابونا، هما ظلموني ومحدش وقف جنبي للاسف. هما صدقوا الخدام الكبار اللي في الكنيسه، صدقوا كلامهم، لكن الناس اللي زي المظلومين محدش بيقف معاهم. حتى ابونا اللي كان قبلك ما صدقنيش ومات من غير ما يعرف الحقيقه. فقلبي اتملى كراهيه ليهم كلهم، انا بكرههم كلهم، هم ظلموني وهم ضيعوا مستقبلي. فقررت ان انا اجمع اي فلوس واجرت المكان اللي قدامي في الكنيسه عشان انتقم منهم وافضل اضايقهم واضايقهم. انا قلبي اتملى ضلمه يا ابونا، انا ما بقتش احب حد، بقيت بكرههم كلهم عشان انا اتظلمت ومحدش وقف جنبي، محدش. انا اتظلمت قوي يا ابونا، حتى ربنا سابني وانا كمان سبته عشان هو سابهم يظلموني وما وقفش جنبي. انت يا بنتي قلبك مليان مراره ومش قادره تسامحي، بس لازم تسامحي. انت قدمت دلوقتي اعتراف وتوبه بدموع، عاوزك تتناولي، بس عشان كده لازم تسامحي. مش قادره يا ابونا، مش قادره اسامحهم. طب ازاي؟ اطلب المسيح، والمسيح اللي اتظلم ظلم اما هو في تذلل ولم يفتح فاه وقدر يتجاوز الظلم بالمغفره، هيديك القوه ديت ويخليك تقدر تسامحي. بس انا زعلانه قوي من ربنا، هو سابني وما وقفش معايا. بص يا بنتي، من حقك، وربنا قال كده، اللي زعلان مني نتكلم مع بعض، قال هلما نتحاجج يقول الرب. انت تقول اللي عندك وانا اقول اللي عندي، فعودي كده وكلم ربنا وقول انا زعلان منك عشان كده وكده وكده وكده. وبعدين عاوزك تقرا الانجيل، افتح الانجيل هتلاقي الاجابه في الانجيل، وهتلاقي ايد ربنا في حياتك اليوميه الاثنين. صدقيني ان ربنا حنين وعادل، ما تسيبش الظلم الى الابد. انا عاوزك تبتدي بدايه جديده، وعاوزك تبتدي نتكلم في الجامعة، تبتدي ترجعي تاني لجامعتك ودراستك. It's never too late. اهلا يا ابونا. اهلا اهلا استاذ ناشد. الكنيسة نورت يا ابونا، وحمد لله على السلامة. الله يسلمك، منوره بيكم. ربنا يخليك يا ابونا، احنا شفنا بعض عند سيدنا بس للاسف كنا عايزين نتكلم وما عرفناش نتكلم مع بعض. انت شايف بقى كان البروجرام هناك كان كتير قوي قوي قوي. احنا يعني انا فرحان جدا وسعيد ان اتقابل معاك واتعرف عليك عن قرب يا استاذ ناشد. الحقيقه انا بعتذر اولا عن المطرح اللي قدسك عايش فيه اهو، يعني هي حاجه انا عارف ان هي مش على قد المقام، بس ان شاء الله يعني نشوف حاجه احسن. ولا يهمك، انا اهم حاجه عندي الناس ونفوس الناس والخدمة. هاي الواحد بينام في السرير في أي مكان وخلاص. ربنا يخليك يا ابونا. أنا يا ابونا الحقيقة سعيد إن أنا أشوفك وحمد لله على السلامة، وحبت بس يعني أديك فكرة عن الكنيسة وإزاي مجلس الكنيسة كان ماشي من أيام أبونا تداوس الله ينيح نفسه. ربنا ينيح نفسه. أبونا تداوس الله ينيح نفسه كان كاهن، كان كاهن قديس، والحقيقة هو كان مسؤول بس عن الروحيات والقداسات والعظات والحاجات الروحية، أما الحاجات بقى اللي فيها الوجع الدماغ والإداريات والفاينانس والكلام ده، فأنا
المسؤول عنها في الكنيسة. الكنيسة دي الأرض بتاعتها ملك الأمين الفيومي أبويا الله يرحمه. الله يرحمه. والحقيقة إحنا بنينا الكنيسة دي بعرق، وإنت زي ما إنت شايفها إيه طرح كبير. نشكر الله وربنا يناح نفسه أبونا تداوس كالراجل بركة. وعموما يعني الوالد أو الأجداد اللي تبرعوا بالأرض الكنيسة دي ربنا عوضهم في فردوس النعيم، دي بركة كبيرة لأولادهم وأحفادهم أكيد. بركة صراطك يا أبونا. الحقيقة أبونا في موضوع كان شاغل دماغي وكنت عايز أكلمك فيه. تفضل تفضل. اسمح لي يا أبونا، الخدام بما إن أنا أقدم خادم في المجلس يعني بحبحولي شوية بكلام البنت اللي اسمها ماجي اللي فاتحة قهوة قدام الكنيسة. عرفت إن قدسك يعني على اتصال بيها ورحت القهوة ويعني أكيد شفتها. البنت دي يا ابونا خطر على الكنيسة، وأنا بأكد لك مش الخدام زي ما قالوا لك، أنا بقول لك البنت دي خطر على الكنيسة. خطر؟ إيه اللي مخليك يعني تأكد إنها خطر؟ ليه بتقول كده؟ أولاً البنت دي كانت عايزة تضيع سمعة ابني المهندس المتربي في الكنيسة، متربي كويس قوي، بس للأسف ساب لها البلد ومشي من ساعة لما مسكت سيرته وشيعت بيها قدام كل الناس. نشد بيه، انت سمعت لابنك وما اديتش فرصة انك تسمع لها كويس البنت ديت. ازاي؟ مش ممكن ابنك يكون بيكذب عليك. لا ما هي مظلومة ولا ابني بيكذب عليا، الظاهر بنت لعبية وهبانت على حقيقتها. مات على حقيقتها لما خدت اعترافها وبكت قدامي بتوبة صادقة. أستاذ ناشد عاوزك تراجع نفسك وتراجع ضميرك تاني، ممكن يكون ابنك بيكذب عليك. أفهم من كده يا ابونا إن إحنا مش هنوصل لحل. أنا كان في كلام كتير عايز أقوله لك. يبدو يبدو إن قدسك مصر على موقفك. عموما اللي مالوش كبير يشتريه كبير، واللي بيني وبينك هو سيدنا. اللي بيني وبينك يا ناشد بيه هو المذبح وصاحب المذبح اللي عنيتك طريقان أستر الظلام وعارف كل حاجة وشايف كل حاجة. قدام المذبح ده وصاحب المذبح، البنت دي تستاهل كل اللي حصل فيها ده. المذبح قال كلمته. أيوة قال كلمته. أيها السيد ربنا هنا الخالق غير المرء غير الروح غير المستحيل غير المفحوص الذي أرسلان هو حقيقي إنه الرحيم يسوع المسيح مهندسة. معقولة أنا أستاهل الحب ده؟ مبروك مبروك يا باش مهندسة ماجي، ألف 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 مبروك حبيبتي. ما تصوريش النهاردة قد إيه أنا مبسوطة.
فعلا اجمل يوم في حياتي. مبروك. انا بحترف يا بنتي، بحترف قدام الناس وقدام ابويا وقدام ربنا اني صلبتك. سامحيني، سامحيني يا بنتي. انا مسامحاكوا كلكم وبحبكوا كلكم. ماجي احنا فرحانين بيكي وكلنا في الكنيسه منتظرينك. بعدين عاوز اقول لك المسيح بيحبك وبيحبك وبيحبك وحبني. مش حبني وخلاص، ده اداني نجا وخلاص، وزي ما عرفت المسيح هعرفه للناس. مش حبني وخلاص، ده اداني نجا وخلاص، وزي ما عرفت المسيح هعرفه وبقول لغيري كمان يدوب. الشمس هي